إما الآن أو أبداً، إما إلى هاوية الحرب الإقليمية أو صفقة تبادل تنقذها من مصير مظلم. هكذا تسير المنطقة نحو لحظتها الحاسمة، وهكذا وصف موقع إكسيوس الأمريكي المفاوضات الجارية الآن بشأن غزة، قائلاً إنها قد تنزع فتيل الحرب وتغير مسار المنطقة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. في هذه الجولة تدفع الإدارة الأمريكية بكبار مسؤوليها للضغط باتجاه التوصل لاتفاق عبر المفاوضات التي ستمر بأسبوع دبلوماسي حاسم. أما الهدف فكما قال الموقع الأمريكي هو إنقاذ إرث بايدن، فمع اقتراب ولاية الرئيس الأمريكي من نهايتها ينظر إلى الصفقة باعتبارها محطة جوهرية في سجل جو بايدن، ليس فقط من أجل استعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار، بل لأنها قد تجنب المنطقة حرباً إقليمية تفتك بالشرق الأوسط. فهل ينجح المفاوض الأمريكي في لملمة خيوط الصفقة مع اللاعبين الإقليميين، أم يخرج نتنياهو بما يعرقلها من جديد؟